يوم فارق في حياة عبد السلام الشدادي انتظره كثيرا. يبدأ أول امتحان الشهادة الثانوية. واجه عبد السلام صعوبات لإتمام تعليمه والوصول إلى هذا اليوم بسبب ظروف الحرب والنزوح من مديرية العبدية بعد اجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، وأمله اجتياز هذه المرحلة بمحصلة ينطلق من خلالها إلى آفاق مستقبله المنشود. بعد ما نزحنا من مديرية العبدية بعد أن سيطر عليها الحوثي نزحنا إلى محافظة مأرب، انقطعنا عام كامل من التعليم، واجهنا صعوبة في الكادر التعليمي، لكن رغم ذلك نحن قد لها سوف نجتاز هذه المرحلة. يخوض آلاف الطلاب والطالبات في مدينة مأرب امتحانات الثانوية في عشرات المراكز الامتحانية وسط جهود حثيثة لإنجاح العملية التعليمية رغم التعقيدات والصعوبات في ظل موجات النزوح التي شهدتها المحافظة وتبعات حرب ميليشيا الحوثي. نحن في المحافظة معنا 29 مركز اختباري قسم علمي ومركز أدبي بإجمالي عدد الطلاب 4956 طالب وطالبة متقدمين الامتحان الثانوي العام هذا العام. الذي يميز مأرب عن غيرها أنها استوعبت الجميع وكانت ملاذ الجميع، الطلاب من جميع محافظات الجمهورية. إجراءات حازمة يقوم بها القائمون على العملية التعليمية لتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية الامتحان ومنع أي اختلالات قد تحدث، ما جعل اللجنة الإشرافية في وزارة التربية والتعليم تشيد بتلك الإجراءات. أيضا في احتواء كبير جدا للطالبات والطلاب النازحين، في إجراءات جميلة جدا تم استيعابهم في عملية الاستيعاب، كان في عملية التعليم، كان في عملية الإمكانيات المتاحة. ممكن نحن الآن نشوف هنا في هذه المدرسة كمية الفصول البديلة الموجودة. يتمسك هؤلاء بالتعليم بوصولهم إلى هذه المرحلة لتحقيق أحلامهم في الوصول إلى مقاعد الجامعات والدخول في حياتهم المهنية بما يعود بالنفع لهم ولوطنهم، متحدين كل الصعاب التي خلفتها حرب ميليشيا الحوثي المستمرة في وقت تسعى فيه الميليشيات إلى خلق جيل ملقم بأفكارها الطائفية والعنصرية بمناطق سيطرتها. ما يقارب من 5000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات المرحلة الثانوية في محافظة مأرب وسط أجواء مهيئة نفسيا وذهنيا رغم هذه الكثافة الطلابية في مدينة تأوي ملايين النازحين، إلا أن القائمين على العملية التعليمية يبذلون جهودا لتجاوز أي اختلالات قد تحدث في محافظات أخرى. سعد القعدي من شباب مأرب.